شكلي لي يا دكتور. العربية اللي جابتك هتوصلك مطرح ما جيت. وصل الدكتور يا سلام. لو كنت فاكر اللي عملته هيشفقلك عندي تبقى الرصاصة لعبت في دماغك مش في كتفك. غير يا معلم فودة، مش أنا اللي أطلب شفاعة من حد ولا نخ قدامه. اللي أنت فيه ده اللي أنت فيه ده ما جاش بالصدفة. العملة اللي أنت عملتها في بضاعة المعلم عرابي هي اللي جرتنا لتكون. سبق وفهمت. بضاعة عرابي دي كانت جايه على اسمي، بس انا كنت حابس تمنها لحد ما اشوف لي صرفه معاك. لما لقاها اتصرفت افتكرني باكلها عليه، عمل عملته وجت في حضرتك. طالما جت في حضرتي يبقى مالكش فيه. انت بقى تقعد تتفرج وتسمع وتستنى خبره يجيلك. اربط عندك بقى يا سيد وكفايه كده. الله، انت فاكر نفسك ايه؟ قلبت السوق على معلمين وعامل نفسك كبير وانت لسه اخضر. انا لحد الاخر مكبر ابوك وعايد نفسي عنك كرامه ليه. لكن لو انت بقولك يا معلم فودة، حل روحك على ابويا وسيرته اللي لا بيني وبينك. ماشي ماشي يا سيد ابو خالصت، تمامك عندي اللي سبق وامرتك بيه. حق البضاعه فيها غرامتك في ظرف يومين مش اكتر، وإلا عليا الحرام هعلقلك صاحبك في اوسخ خطاف عندي في المجزر، وهبعت لك جدته نساير تفرق منها على كلاب السكك. يبقى انت كده هبت منك وجيت مع اللي ما بيرحمش. صلاح هيرجع وصاغ سليم كمان، وبضاعتك تنساه مالكش مليم عندي عشان ما تخلقش بني ادم لسه اللي له دراع سيد بوخارست. يا عمر عملت كده ليه؟ فارق معاك قوي اللي جرالي؟ لا ما تتكلمش معايا كده. طلع يا اخويا كل اللي في عينك من غير لف ولا دوران. انا امك واكتر واحده عارفك في الدنيا. عارفاني بأمارة ايه؟ بالقشين بتيجي تلمهم لي كل شهر، ولا بالشويتين اللي تيجي تقعديهم معايا وتبقى عايزه تمشي؟ يا حبيبي انت مالك؟ فيك ايه يا عمر؟ انا تعبت يا عمر. مش هقول لك انك وحشتيني، ولا هقول لك ان ابنك اللي بترجع حضنك، هقول لك ان عيل ضايع نفسه يتربى وسط ناس كويسين. خديني يا ست ربنا يسترها. أنا جدع أوي راجل وعجبك، مش مهم حتى تقولهم أنا مين، إن شاء الله تقولهم إن عيل يتيم بتربيك. بس ما تسيبنيش أنا، ما تسيبنيش. أغفر لك يا عم، يوهن ما تقولش الكلام ده. طب ورحمت أمي أنا بقدر أستحمل. ليه يا عمر؟ ليه يا حبيبي بتقول لأمك الكلام ده؟ أخصى عليك، هتبقى أنت والدنيا عليا. خلاص يا حبيبي خلاص، اديني بس يومين شويه وقت قد كده يا اخويا، وانا هدبر حالي وهاخدك من هنا. والله يا حبيب قلب امك، خلاص انا وانت هنعيش مع بعض. ماشي اتفقنا. برضه ما لقيتوش؟ سالت عم سلطان قال لي ان هو شافه مع المعلم فوده، جايز راح مشوار بقى هو ده اللي اخره. مشوار؟ طب انا راضيه ذمتك، اخو كده عنده دم يسيبني كده متلفحه في فرحتي ويروح يتسامر مع الياس ولا مسواش؟ الحمد لله على السلامه يا نصر. الله يسلمك يا اخوي. ايه ده؟ هو انتوا لسه ما خلصتوش؟ سيد في مشواره تليفونه مقفول وخلاص، القلق كل دماغنا كلنا. مشوار ايه؟ قولي انت بقى، ده يرضي ربنا وانت سايباني في يوم زي ده؟ يا اختي اخرجي من نافوخي، هو انت مش لاقيه هتدوري عليا؟ يا سيد كنت فين؟ ايه يا سيد كل ده؟ مش تطمنا عليك، حصل ايه بس؟ في حاجه يا سيد ولا ايه؟ انت كويس يا اخويا؟ مال وشك؟ انا تمام، مفيش حاجه. يلا على وقتكم، يلا هعملك كوباية شاي. تعالى ميسا عايزك. تعالى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس يا ميسا ما تلاقيش، انا تمام. أنا كل مضايقني إن أنا بوظتلك الليلة بتاعتك. بس ملعون أبو الليلة، المهم إن أنت بخير. وحياة أبويا هعملك ليلة أحلى من دي 30 مرة. يا سيد يا
سيد، انا بترجاك من الدنيا دي كلها ومش عايز غيرك. طب ولزمتها ايه يابا؟ ما كنا نخلص وقتي. انا قرش المعلم فودة عمل كده ليه؟ ليه يا قوي زمانك؟ عشان ما حدش يحقه في اللي عمله بعد كده. يعني المعلم فودة اخويا خايف من شويه جرابيع زي الواد ده وصاحبه ولا ايه؟ وشرف امك، لا انت ويك صح يا معوض الكذب. امي يا حيلة امك، على حرام من ديني لنفخك يا صلاح ابن سلطان. طب هات اخرك بقى يا كلب قبل ما يجي يومي واجيب انا اخر. لا يا ادم انت بتعرف تجيب من الاخر. هو انت فاكر ان صاحبك هيرفرف عليك من السقف يخلصك من ايدي ولا ايه؟ خلاص بقى يا معوض، خلاص بقى يا جدع. طب على الحرام اول ما اقوم من هنا هات لك جنيه طيبك على الارض يا كلب. لا يا ادم انت راجل يا ادم بتعرف تاكل جنيه. انا راجل وفكني وانا اوريك. حرام من ديني لعلقك انت وصاحبك هنا. يلا يا بقى يا ابن الكلب. بس يا ابن سلطان النسوان يا كلب. عالي قوي. انا بطلتي تاخدي الدواء ولا ايه؟ دواء؟ هو الدواء هيعمل ايه ولا ايه يا اخو؟ ده انا الدنيا كل يوم بتديني كف انا احمل قبله. والله ما تقلقي على سيد، الحمد لله اطمنا عليه. ما تتكلمش على سيد، بتكلم على كل حاجه. الدنيا متعشمه فينا بزياده واحنا في حالنا، قافلين علينا بابنا اللي عمرنا طمعنا في رزق مش بتاعنا، ولا تبطرنا على نعمة يا دوب مكفيانا. معلش يا نصر، الصبر. الصبر طول عمري مقضية بقيت حياتي صبر. مش مهم، تسلم ايدك يا اخويا، مش عايز نعمل لك حاجة. لا يا حبيبتي شكرا. بالعافية أنا بقى. شوف يا صاحبي، معلم عرابي دوت ولا هو ابن امبارح ولا محدوف علينا، ده معلم ومقصر على ابوه زيك كده وانت والمعلم جد الله. امال ما كبرش ليه زي فودة؟ ومين قال لك انه صغير؟ شوف المعلم فودة فين، هتلاقي ده لازق جنبه على طول. بس المعلم فودة ربنا مبارك له حبتين، جنب السجارتين يحط لك الجنيه، عشان كده الغلبان بيدعي له. طب وعرابي ده سكته ايه؟ من ناحيه انا سامع ان كل رجالته بلدياته وقرايبه، ما بيدخلش حد غريب في وسطيهم. وهو ده اللي حاميه، ما بيخطيش خطوه غير وهم لازقين في رجليه. بس برضك ليه الانه بتاعته اللي يقعد فيها بعيد عن اي نواش ياخد مزاجه. وانت عايز تشبط معاه؟ والله يا بيبو بفكر، اصل شايف ان هو متسيط على فودة. الطبلية بتاعته واسعة يعني، عنده كل حاجة، حشيش تلاقي، بانجو، ماكس، عنده كل حاجة. والناس دي بقى اللي تقدر بجد، مش كده ولا ايه؟ عداك يابا عداك. مشكلة المعلم فودة ان هو ماشي بدماغه وراكن اخوه تحت الحوض لحد ما دماغه هتاكله. ما ده عيبه بقى، ما كل ما تاكله هتزيد مشاكله. تعالى بقى قولي سكته ايه. اقولك واخرتها معاك يا ميزة. اخرتها في ايه؟ ما انا زي الفل قدامك اهو يا بنت. بقالك نص ساعة بتلفقي في القميص. ياه ده انا كان زماني فكيته وفصلته. هات اوعي كده الدبوس، هو لا منه ولا حاجه من ريحته ولا ايه؟ يا بت يا خايب، ده قميص احمد مش حبيب القلب. يا خيبتك يا ساميه. بصي لي هنا يا بت، انا دونا عن الناس دي كلها الوحيده يا اختي اللي حاسه بيكي. ما تعملش في نفسك كده، الدنيا عماله تعدي على الناس كلها تعين فيها، ما تقفش غير في الغلبان اللي زي تقول له فرحتك فين، عشان تجري عليها وبقلب جامد تدوس عليها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تكسر نفسه. عارفة يا بنت، كدبك ده هو اللي موديكي في داهية بقى. انت غلبانة انت يا بنت؟ ده انت قادرة وعينك وسع الحل. انت عارفة يا نصرة، كل مرة كان يجيلي فيها يقول لي ما تزعليش يا حبيبتي هنعديها النوبادي عشان اي حاجة، ما كنتش بسمع منه غير كلمة واحدة بس، حبيبتي. مع اني بيني وبين نفسي عايزه اقول له لا، يا النوبادي يا بلاش. ما اقدرش، بحبه يا نصر. ورحمه امي يا بنت، ده انت نور عينيه. بس هو ظروفه وحشه شويه. عارفه لو كل النسوان بتستجدع مع رجالتها زيي والنبي ما كان ولا راجل بص بره
ولا اتجوز على مراد ولا فضل غير مره واحده عانس ونكديه غير انا. ايه ده؟ ما تقوليش على نفسك كده، ده انت ست البنات. يا بنت الهبله، على طول نسيتي موضوعك وقلبك وجعك عليا قوي. ايوه يا اختي، انت حبيبتي واختي وماليش غير. هو انت يا بنت تبني شلق ودماغك طايره مني؟ بس مفيش زي حنيه. تعالي يا موقوفه. يا رب يا رب يجعل فرحتك على قد حنيه قلبك قادر كريم. الولا سيد طلع مش سهل زي ما كنا حاسبين. فكرك يعني عشان ما جابش ثمن البضاعه لحد دلوقتي؟ اوه، ومسقع لصاحبه اللي اسمه صلاح اللي مرمي عندنا زي الخروف ده، عامل فيها قلبه ميت. يا حلاوه روح مش اكتر. هو زمانه دلوقتي بيفرفر، يقلبها يمين وشمال زي عدي من المزنق اللي زنقته له. اسمع طيب، مش حوصيك، اوعى الواد ده يغب على المخزن ويعلم عليك. علم عليا؟ ليه معلم ولا خروف ولا ايه؟ انا ساعتها اجيب رقبته تحت ايديك والمؤاخذه يعني تسمي وتذبح. لا، بكره بالكتير وهيظهر، ساعتها هسويه على هادي بمزاج. قال ايه يا معلم موضوع جدلنا ده؟ انت مكبر الواد بخارست علينا بسببه جامد، وبعدين راجل ميت بقاله سنين يعني، ولا هو الموضوع في حوار؟ هو ده وقته انت راخر خلاص، طالبه معاك ربط نسوان قوي وناسي عربي الكلب. عملته معايا ايه يا طيب؟ امانه معلم، امانه تتظبط. لحد امتى؟ انت هتقعد تقول لي كده لغايه ما تجيلي رصاصه تانيه؟ ساعتها مش هتخيب. مين ده يا معلم؟ ده انا علاء الحرام من ديني ورحمه امي، اشق نصين دمه يطرطش في وشي لو فكر بس بايديا. لازم ارد على اللي عمله ده بايديا، رديت للسوق ويسمع. احسن يا معلم، وشرفك لاحسن. اسمع طيب، وديني لو زاغ منكو لاذبحكو خروف خروف واكلكو زباين المصمت لحرب. فهم؟ حرب. السوق كله لازم يعرف ان فضل اصبر نبو مفيش ازرق منه، ويا ويل اللي يهود ناحيته ولا يعض فيه. ماشي ماشي يا بيب، خلاص لو جد في الامور امور كلمني. ياد خلاص بقى ما تهريش، هكلمك بعدين. يلا فندم. سلام سلام. جنب انت في ايه؟ سحباني زي الجاموسه كده ليه؟ اكيد عايزه حاجه. اه عاوزه. عايزه ايه؟ عاوزه عربيه. عايزه عربيه؟ اه بس والله والله ما هاخد منك غير المقدم بس. لو النبي، طب الاقساط مين اللي هيدفعها؟ هدفعها من جمعيه نصر. جمعيه نصر؟ اه. بس طبعا لازم تكون زيرو. كمان زيرو؟ امال ايه يعني؟ يرضيك يعني ان اختك تروحي ميكانيكي؟ لا ما يرضينيش طبعا. طيب شفت؟ وبعدين العربيه دي مش تبقى بتاعتي لوحدي، اي حد عايز يروح مشوار هديها له. لو النبي. اه والله. طب عيني في عينك. اهو. يعني لو حد من اخواتك قال لك هات العربيه هتديها له؟ لا طبعا، هديله حق التاكسي. طول عمرك نادله وجبانه. هي يا سيد، قلت ايه والنبي؟ ماشي. عينيا يا ستي. حبيبي يا اخوي حبيبي، ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. انا كنت فاكره يعني انك فاكره ايه؟ جرى ايه؟ وانا عمري ما خلت عليكي بحاجه. ده انت من ساعه ما اتولدت على ايدي ومحدش عارف ياخدك مني لحد النهارده. يا بنت ده ابوك اللي انت عمرك ما وعيت عليه ولا شفتيه، ده لو موجود لحد النهارده ما كانش حبك قدي. عارفه يا اخوي، عارفه والله. بس هقول لك على حاجه وما تزعلش مني. قولي. زمان كنت انت اقرب واحد ليا في البيت ده، ورحاب واحمد ما انت عارف على طول مع بعض وسرهم لبعض. ونصر من كتر خوفها عليا كانت بتقسي قوي عليا. اما انت حضن ابويا اللي بستخبى فيه. زمان لما كنت باجي من المدرسه كنت بتناديلي وتقولي تعالي واحكي لي، وانا كنت بحكي لك وما بخافش منك. بس لما سافرت رجعت واحد تاني معرفوش، والدنيا خدتك مني يا سيد، معرفش ليه. ولما انت شايفه ان الدنيا خدتني منك، ما جتليش انت ليه وندهتي عليا عشان اشوفك؟ ما انا جيت لك اهو وندهت عليك وشفتني، فرحت قلبي بجدعنتك يا اخويا. Thank you.
ورحمه ابويا لو كنت موجود لكنت كنت امك. بس بقى يا اخويا ولقيتني طالعه من الكباريه جري وما حسيتش بروحي غير وانا في الشارع ببدله الرقص، لولا واحده من البنات ربنا يسترها لبستني العبايه. معلش تتعود الليله. انت فاكرني زعلانه يعني؟ زي ما يكون ربنا عمل اللي في بالي. استغفر الله العظيم يا ربي. سبب للواد صلاح خطفته ورمى الوليه في الطل وحطني في سكتها عشان ما اركبش الصلاه واتبهدل. حكايه صلاح دي اللي حكايه. الواد ده باينه عليه فقري كده. ده كان بينه وبين العيال اللي انا بعتهم له ساعه زمن، لولا فوده بدر عياله شويه وخلصوا. بس هتروح فين يا فوده؟ دكلوقه. بعت له ايه وعيال ايه؟ انت كنت عارف اللي هيحصل له؟ وانا اعرف منين يا وليه؟ ما فك نفسك انت من المواضيع دي، وزي ما انت قلت دلوقتي ربك بيسببها من عنده. ولو اني مش قريله في نفوخك الليله دي، بس خدها مني. لو ناوي تعمل حكم دار بسيفين وتجيب حق الولا صلاح، حل روحك بدري بدري، ما انتش قد فودة وعمايله. مين ده اللي مش قده يا وليه؟ انت الحجرسه يا حط مخك ولا ايه؟ ومالك اتحمقت كده ليه؟ ايوه ما انتش قده، انا اللي عارفاه، ده راجل سوي وما يهداش ولا يرتاح له بال غير لما يحن ايديه بالدم. وانت شايفاني ايه؟ يا لهوي يا بلبل، والنبي ما تزعل مني، والنبي ما تزعل. خلاص بقى يا راجل، ده انت الحنيه كلها، مع انك واطي وقرصتك سم، بس بردك غلبان وما يتخافش منك. اقول له ما يتخافش منه؟ ما يجيش اصعب منه. عشته وشفت اليوم اللي بيعايرني بيه على اللي كان بينا. الواد مش شبهك ولا في شبه مني. بيرقسوا يا اخويا ملوش قرب. ما كفاهوش يا اخويا انه بيأذي كل اللي حواليه، لا كمان بقى بيأذي نفسه. الملجأ حالفين لا يحطوا في حنين، عايزين ندفع الفلوس اللي كسر بيها الحاجة. هو أنا كنت بحوش لمين؟ كله في الآخر ليه؟ ما تخافش ما تخافش، مش هسيبه أبدا. ده هو الحاجة الوحيدة اللي فضل لي منه. يعني قصدي هتحرك بيها ازاي؟ لا انت ما تحركيش، انت تثبتي زي ما انت كده خالص. ده اللي هو ازاي يعني؟ يعني كورس مكثف في التمثيل لمده اسبوع، وبعد كده دور في مسلسل في رمضان اللي جاي. انت بتتكلم بجد؟ امال انت فاكره ايه؟ لا ده مش اي دور، انت هتتبروزي، هتبقي النجمه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه يا اياد. لا انت ما تقوليش اي حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت بس يا ايه كده، احنا لازم انت اتجننت يالا ولا ايه؟ اتجننت؟ اتجننت ايه يا ماما؟ انت فاكره نفسك ان انت هتبقي نجمه كده بالسهل؟ انت فاكرني ايه؟ انا غلطانه اتعاملت مع واحد زباله زي يونيا.
أؤمر يا معلم. الأمر لله، بس الست أم صلاح يعني أصلها كانت حكيت لي على اللي أنت عملتيه معاها، فقلت الواجب يعني إن أشكرك على اللي عملتيه وعلى عطلتك ليلتها. تشكرني؟ تشكرني على إيه بس يا معلم؟ هي كانت جيرة إمبارح، دي عشرة عمر وأنت قادر. طبعاً عارف، بس برضو الواجب إن أنا أشكرك. طب يا سيدي وصلت، بس الواجب برضو بيقول إن اللي عايز يشكر حد يروح له لحد ما تراحه، ولا أنت ما تعرفش مكان يا معلم؟ لا عارف مكانك طبعا، بس ما تخزنيش يعني الشغل والقهوة، وما تخزنيش في الكلمة. انت ست عايشة لوحدك، ودخول الرجالة وخروجهم عندك كتير مش حلو لسيرتك. جرى يا اخويا، هو انت موقفني عشان تسكني ولا عشان تنقرزني؟ وبعدين مالها سيرتي؟ بيتي منفذ على الشارع والرجالة رايحة جاية عليه، واقولهم المحروس ابنك وصاحبه بخارست، ونبيل شريكك في المخروبة دي. حلوة سيرتي كده يا ست؟ انا ما قلتش حاجة، انت حر. لا قلت، وانا فاهمة قصدك كويس، بس الست اللي مش عاجباك سيرتها دي هي اللي لحقت مراتك وشريتها وقت عوزة، ومش مراتك بس، لا المنطقة كلها والكل يشهد، عشان انا ست صح وبفهم في الاصول يا معلم يا ابو الواجب. يا ريتني لو وقفتك ولا شكرتك، نغاوة جيبلي نفس الكلام والله. يا بنات، ايه يا نصر؟ في حد خد فلوس من الدولاب؟ وحنعرف منين ان في فلوس في الدولاب اصلا؟ ما تدوري كويس. امال راحت فين بس يا رب؟ هما كانوا كام طيب؟ 8000 يا حبيبتي، عدتهم كذا مره، ناقصين 1300 جنيه. ما احنا قلنا لك 100 مره تبقي عارفه انت بتودي فلوس فين، مش ماشيه بالبركه كده. يا اختي نقطيني بسكاتك وغوري من وشي بقى. طب صلي على النبي بس، تعالي نحسبها مع بعض. السلام. دلوقتي انت مش من مده اشتريتي طقم الحلل اللي طلع في التلفزيون ده؟ يا اختي ب299 جنيه، كده يبقى فيه 300 جنيه، يبقى فاضل باكو يا اختي. اهدي بس، تعالي نفكر كده ونفتكر ونحسبها يا نصرة بالراحة، هنعرف. طب يا اختي. بقول لك طيب، ما تشغلنيش، ما تجيب اخرك بدل ما انت رايح جاي في الكلام. على ايدي، على ايدي يابا، انا جالك في مصلحتك وربنا. مصلحتي؟ ما فيهاش يا طيب، المصلحة بيني وبين معلمك بقت عاملة زي المقص، الفردة اللي تروح في ناحية تزق التانية عكسها، واللي تحط في النص يتشق نصين. انت صح، بس الكلام ده لو انا جاي اوفق. على الطلاق انت فاهمني غلط يا جدع. بص يا ابن النصرية، انا فكرت مع معلمي من ياما، وشفت ليلة زي اللي انت عاملها مع فودة دي يجي الف ليلة وليلة زيها، وفي كل مرة تمامها بيبقى رابط صاحبها. وبعتك بقى تبخ البقين دول عشان اترعش انا، مش كده؟ يا جدع على الطلاق المعلم هيعرف اني جاي لك، وبعدين انا مش جاي طيب بينك ولا مؤاخذة، انا جاي اقول لك تبت يابا زي ما انت في مكانك، انت صح. بقول لك ايه، ما تجيب الخلاصة، عايز ايه؟ يابا انا جاي لك في النهاية، انت اللي مش عايز تسمع الطيب. بص يا بوخه، في الكار بتاعنا ده اللي بيحط ايده على حاجه خلاص فينيش بتبقى بتاعته، وهو ده اللي مش عوض المعلم منك ومجننه. وهقولها لك تاني يابا، زي ما انت اوعى تتحرك واوعى تديله حاجه، واذا كان على الواد صلاح صح. لا فكك من صلاح، الواد صلاح ذكر ويستحمل، والمعلم بتاعك مش عارف يعمل اي حاجه طول ما البضاعه تحت ايدي. صح. انت بقى طيب هتستفيد ايه غير خسارتك لمعلمك؟ عشره ونسب. عشره ونسب؟ امال انت مفكر ايه؟ المواظب بنت ميسا دي مش لحمي ودمي، على الطلاق مرضى بنقطة دم واحدة بس، تنزل من أهلي وناس يا جدع. ماشي، طالما حلفت بالطلاق مصدقك، بس حط في دماغك طيب إن أنت اللي رميت نفسك في سكتي، ما تخليش بقى شيطانك يوسك عشان ما ترجعش تزعل مني. طب شغل مروح قلبك من ناحيتي شوية يا أبوها، وعلى الطلاق بكرة الأيام تعرفك مين هو حمد الطيب. طيب. فلوس دي منين يا ايه؟ ايه ده؟ انت اتخبلتي في مخك ولا ايه؟ فلوسي طبعا. بطلي كدب بقى، انا شفتك كنتي بتاخديهم من دولاب نصر. انت ليه بتعملي كده في اختك؟ يا بنتي حرام عليكي، اختك شقيانه بالفلوس. وانت جايه تديني درس في الادب صح؟ انا اللي خدتهم يا رحيم، وهاتي اللي عندك، ولا تكونيش فاكره ان انت بتلوي دراعي عشان ما اقولش البخاريست على حكايتك انت وصلاح ونبقى كده خالصين. لا يا روحي، لو عايزه تروحي تقولي لنصر يلا روحي. يلا روحي، مستنيه ايه؟ انت ليه فاكره كل الناس زيك؟ انا مش عايزه الوي دراعك ولا حاجه يا ايه، ومستحيل اصلا افكر في حاجه زي دي. يا ايه انا خايفه عليكي، ومش عايزاكي تعملي اي حاجه غلط. لا يا شيخه، عموما متشكره يا اختي، والفلوس دي اي كلام وانا هرجعها تاني، لكن الغلط في اللي بيحصل ما بيرجعش زي زمان.
يا اخويا انا قربت اشيب من كتر العجز اللي محاوطني. ودول يا اولاد. لو النبي يا اخويا انا ما اقصدش حاجه وحشه. ده انت سيد الناس وتاج راسي من فوق. انا بس قصدي ان انا جبت الناحيه يعني من كل حاجه، المطرح والحاره والخلق اللي بنصطبح بيها كل يوم. ده حتى يا اخويا الحيطان شققت من كتر غلبها. ده كان على الحيطان. انا هتفق لك مع الوزير في النقاش يجي يديهم لك وشين كده زهزهم لك. يا اخويا انت بتسجدني والسلام. انا عايزه نطلع من هنا خالص، نطلع من ام البيت ده على ام الحرا ونعيش زي الناس بقى. لا بقول لك ايه، انا مش هطلع من الحته دي غير وانا على ظهري يا عدم مواصل. يا اخويا ومين قال بس ان احنا نطلع بره الحته؟ انا قصدي نطلع في الوسعاية، ناخد لنا شقه كده جديده من الابراج اللي اتبنت جديد في اول السوق. اه ان كان كده سيبينا انا ادور في دماغي يومين كده واللي في الخير يعمله ربنا. اه لا كده يبقى في الصلنسيه ابو اشرف. ابو اشرف؟ اشرف مين؟ اشرف، اشرف سلطان ابنك. كنت مأجلة لك يعني الموضوع ده لحد ما الليلة تخلص وتنتهي. أنا حامل يا معلم، زرعتك بتكبر في بطني بقالها شهرين. طب احلفي ولو رحمة أبوك ورحمة الصحيين قبل الميتين. سلام، أما أنت كريم أوي يا رب. الحمد لله. طبوحات جمالك وحلاوتك يهنيك يا أنا إيمان ما تهنيت واحدة بره مصر، وحجيب لك مطرح يغطي فرحة قلبي والفيت. يا عمر انت يا وش السعد، أما انت كريم يا رب. لا قولي يا سيد، مش ناوي تحن على البيت وتلم الليلة بدل اللي باظت؟ اشتكت لك؟ بلا نيلة، هي بتعرف تشتكي دي حبيبتي، كانت ما في قلبها وساكتة، تلاقيها حتى ما بتعرفش تقول لروحها. انا شفت بنات كتير وقليل زي البت دي ما شفتش. عارف يا نصر، بس على ايدك من ساعه ما وعيته نركب على الدنيا وايه سايقاني مش عارف موديني لفين، لا عارف انزل ولا عارف اشد اللي جايب واروح في السكه اللي تريحني. هعمل ايه بس؟ يا حبيبي يا اخويا انت شايل اللي راح اختك. طب اسمع مني الكلمتين دول وارميهم ورا ظهرك. الفرحه ساعه تيجي ساعه ما تجيش، وحتى لو جه ما بيقعدش كتير. عملنا مؤاخذة زي التلج لما تمسكها في ايدك تفتكر انها هتفضل طول العمر، وهي بتسترسل تفتح ايدك تلاقيها فاضيه قاعد اختك. ايه ده بقى انا اللي شايل؟ لا ده انت اللي شايله ومعبيه كمان. في ايه؟ يوه بتفك معاك بكلمتين تقول لي شايله ومش شايله. يا سلام، اقول لك تعالي بقى سيبك مني ومن ميسا. انت مالك يا بنت، فيكي ايه؟ ما تتكلمي. عايز تزنق روحك؟ محتاجه قرشين عشان اشتري الطلبات، ولما الزباين تدفع ابقى اردهم لك. لا والنبي، ما انت عارفه لو على الفلوس خش كبشي من جوه. انت فيكي حاجه تانية. مالك يا بنت تتكلمي. ماشي مش هقرص عليكي دلوقتي، بس لما تحبي تتكلمي تعالي نشرب كوبايتين شاي وفضفضي وهاتي اللي جواكي. ماشي؟ ماشي. انا عارفه انك بتعملي كده عشان مصلحتها، لكن رحاب اختك ما تجيش بالطريقه دي خالص، دي غلبانه قوي يعني. عارفه والله، عارفه انها غلبانه ومش فاهمه حاجه في الدنيا كمان، وعشان كده قفشت عليها. وهي هتعرف ان انا بعمل كده عشان مصلحتها. ايوه بس هي بتقول انها بتحب. ده صايع وبيلعب بيها. اللي يسمعك بتتكلمي كده يفتكر ان انت اللي اختها الكبيره. رحاب قافله على نفسها ومستنيه كل حاجه تيجي تحت رجليها. انا ما بفكرش كده. امال انت بتفكري ازاي؟ بفكر في اللي انا عاوزاه، لازم اخده بايدي، مفيش حاجه هتستناني ولا هتيجي لحد عندي. وايه بقى اللي انت عايزاه وعايزه تاخديه بايدك ده؟ نفسي اقف قدام الكاميرا، نفسي امثل، نفسي اسافر في كل حته وابقى مشهوره واكسب فلوس كتير. طب ولو انا قصرت عليكي المشوار ده؟ هيبقى جميل عمري ما هنساهولك العمر كله. بس ازاي يعني؟ عادي، تليفون صغير لحد من صحابي صاحب اكبر مكتب كاستنج في البلد، وبعدين انا شايفه ان انت تنفعي فعلا تبقي نجمه، وانا ممكن اساعدك. انت بتتكلمي بجد؟ انا عمري ما بهزر ابدا.
خير. في حاجة؟ باباكي كويس؟ بابا كويس لكن انا لا. ايه سلامتك مالك؟ مش عارفة، صحيت من النوم لقيتني سخنة نار، قلت اجيلك تديني حقنة تبردني شوية. هتعرف ولا روح لحد تاني؟ عارف. جالها كام اوردر لغايه دلوقتي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ شغال هنا ولا ايه؟ سوري يعني اكيد انت مش جاست في المكان ده. عندك حق، بفهم في الناس كويس، اصلا مكان زي ده ما يدخلش دماغي. امال بتعمل ايه هنا؟ ماشي ورايا؟ بتراقبني مثلا؟ براقب، اصلا بيعجبني بيدخل دماغي ما بشيلش عيني من عليه، بفضل طول الوقت ماشي وراه. شغلتي بقى بادي جارد. بادي جارد، يعني لو في اي حد في المكان ده ضايقني انت ممكن تتصرف؟ ولا زعلك مني هيخلي؟ خلي حد بس يفكر، شوف انا احميك منه ازاي، بس اللي ما اضمنوش بقى ان انا احميك من نفسي واعمل اي حاجه تبوظ اللي بيننا. اللي بيننا؟ ايه اللي بيننا دي حبيبي؟ ما فيش اي حاجه ممكن تكون بيننا اصلا عشان تبوظ. لحد دلوقتي ممكن، بس قدام شويه محدش عارف. ممكن تعديني؟ اعديك. رحيل. يا نصر. خدي يا حبيبتي. هاتي. بسم الله ما شاء الله عليكي، اشوفك في بيت العدل يا اختي. يا رب يا اختي يا رب. يا بنت مسروعه على ايه؟ بلا نيله. طب دخلي الحاجه عقبال ما اشوف مين على البيت. حاضر. ايوه يا خبر ابيض، جرى ايه يا حصلت تيجي لحد هنا؟ انا اسفه، انا عارفه ومقدر الظروف، بس كان لازم. بس ايه؟ انا كنت خلاص محضر الفلوس وجايه اديها لك، مش قادره تصبري يومين؟ مش ده اللي انا جايه علشانه، انا جايه علشان عندي خبر ليكي مش كويس. خير الولد جرى له حاجه؟ ابنك هرب يا نصر. عليا الحرام انتوا رجاله بالاسم بس، انما فيكوا ذكر على حد. معلم وصل الدنيا ما كانتش كده. وصلي ايه؟ ايه عجزتوا خلاص؟ مفيش حد فيكو عارف يتشملل كده ويبين كرامه ويجيب لعرابي. يا فندينا احنا ما قصرناش، على الحرام عملنا له بدل الكمين كتير، وكل مره يزوغ منها ابن العفاريت، مش عارف ازاي. مش عارف ازاي يا نوغه. ماشي يا حبيبي، خلينا احنا هنا بقى لما يغب علينا ويغربلنا كلنا. مش هيحصل، على الطلاق ما هيحصل يا معلم. تصدق ان انا ما باخدش منكم الا هتلم الكلام، لكن فعل مفيش. فادي العجل التاني ملقح اهو، صاحبه فين معرفش. صاحبك باعك يالا، ها؟ قدر البضاعة عنك، يعني أنت دلوقتي حلالي. ولا تعرف تعمل حاجة يا فندم.
يا اخي انا ما اعرفش انت وصاحبك ده جايبين فتحه الصدر دي منين. تعالى وانا اقول لك. خروف عندك اهو. جبته ازاي ابو خالص؟ بلكش فيه. حقي قلت لك اجيب. بس انا عشان جدع سيبهولك. اذبحه بقى علقه واعمل عليه شوربه انت حر. يلا صلاح. استنى يا سيد. لا جدع لا جدع. خلاص يا صلاح. رفعت الغرب سلطان. خلاص. وانا اللي عايز